شهد القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول عبد المجيد صقر تنفيذ المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده التعبوي للمنطقه المركزيه العسكريه والذي استمر لعده ايام ياتي هذا في اطار خطه التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحه وذلك بحضور الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من قاده القوات المسلحه شهد الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي تنفيذ المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده التعبوي للمنطقه المركزيه العسكريه والذي استمر لعده ايام في اطار خطه التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحه وذلك بحضور الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من قاده القوات المسلحه اللواء كان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام كلمه اكد خلالها على حرص رجال المنطقه المركزيه العسكريه على الوصول الى اعلى معدلات الكفاءه والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافه المهام التي توكل اليهم بكفاءه واقتدار بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية، كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم. وكيفية اتخاذ القرار الامثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة اثناء ادارة العمليات، وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على اعلى درجات الجاهزية القتالية، لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها على اكمل وجه، كما شارك الفريق اول عبد المجيد صقر مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية تناول وجبة الغذاء. وكان الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه قد شهد احدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض القرارات واجراءات تنظيم التعاون المنفذه من مختلف التخصصات كما ناقش عددا من القاده والضباط في المهام التي تم تنفيذها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكيه المفاجئه للتاكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم وطبقا للموقف